السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين بتاع قناة على اليوتيوب تي جي حمزة. معكم حمزة وجدتكم مقطع جديد وفيديو جديد على طلب تعليق. يعني صراحة رح يطلع طريق داكن هون صراحة اني نسيت اسم المتابع، يعني بعتذر منه. سألني بالفيديو عرفت فيه عن قناتي، نزل سيت اب للبي سي تبعك، قلت ليش ما بجرب يعني الفكرة وبنزل عنها بالقناة. وقبل ما يبلش المقطع أعزائي المشاهدين، كل فيديو بصير انشر قناة، ف يعني الشروط هي شروط سهله كثير، يعني بس تعمل لايك وتكون مشترك بالقناه وتنزل لتحت تعلق تعليق، والتعليق بيجيب اكثر عدد من اللايكات راح يعني انشر قناته. كمان انا محضر مفاجاه انا ومحمد بلايز، ان شاء الله يعني تعجبكم المفاجاه ان شاء الله بعد اسبوعين او اسبوع. اول شيء بعتذر انا على الانقطاع اللي قطعته بهي الفتره بهالاسبوع، اللي شي 4 ايام مو منزل، وقبلها كان لي شيء 4-5 ايام كمان، فبعتذر يعني انا ما نزلت كثير. وبلا طول انتظار خلينا نفوت بالمقطع. اوكي شباب، مثل ما شايفين السيت اب عباره عن سيت اب كثير بسيط. بس هون عندي هون 5 بفلات من نوع انتكس، ان شاء الله ما يعطوني عليها كوبي رايت اني او شيء سترايك. عاد قلت لهم شايفين شاشه ال جي، صراحه ما بعرف كم بوصه بس يعني منيح حجمها منيح. يعني من عشاق وور كرافت، فاذا بتحبون ننزل عنا اكتبوا لي تحت بالكومنتات. مثل ما شايفين هون بحط الالعاب، طبعا انا منظم يعني بطبعي منظم. يعني مثل ما شايفين سماعات الجيمنج يلي انتزعوا باول حلقه فيس كام، لهلا ما تزبطوا، بتوقع ما يتزبطوا. عندي الكيبورد كمان من نوع انتكس، انا انسان يعني بعشق منتجات انتكس ومش بعشق منتجات كيس من نوع ال جي كمان ديسكفري. وعندي هذا الاستريو اعزائي المشاهدين من نوع انتكس كمان انتكس، يعني انا كل منتجات الصوت والكيبورد بشتريها من انتكس والماوس. يعني الاستريو كثير استريو خرافي، يعني سيت اب بسيط جدا. يعني مثل ما شايفين كمان الماوس، مع انه هنا ما بيحطوه بس كمان من نوع انتكس، اللي هو فيلمورا طبعا ريكو وندر شير فيلمورا. بس كان هذا كان فيديو اليوم اعزائي المشاهدين، بعرف فيديو قصير بس بناء على طلبكم. يعني مثل ما شفتوا السيت اب عندي كثير بسيط، ومثل ما قلت لكم انا عاشق كبير لوور كرافت، فا اذا بتحبون ننزل عن وور كرافت كمان اكتبوا لي تحت بالكومنتات اي لعبه بتحبون ننزل عنها. مثل ما قلت لكم شباب كمان بدي احكي لكم انه نحن مشتركين نقصوا، يعني انا عن جد بتضايق لما اشوف انسان ما عجبه محتواي وطلع من القناه. بالنهايه هي القناه مو لي لكم، بتمنى يكون كلامي يعني فهمانين علي، لانه يعني بعد ما وصلنا للعدد وصلنا ل 4230، يعني ما بعرف ليش هلا نزلنا. كمان كنا اكثر بالمستقبل كمان نزلنا، فيعني ما بعرف انا شو الفكره انه انتم يعني ما حابين الفيديوهات تبعي طريقه التنزيل، تحبون ننزل على ماينكرافت مثلا بس، تحبون ننزل على فورتنايت بس، ما بعرف انتم قولوا لي. يعني انا يعني بالنهاية القناة مثل ما قلت لكم لإلكم، هي مو لإلي القناة. يعني مثل ما قلت لكم في مفاجأة أنا ومحمد بلايز، شروط إنه كل فيديو رح يصير قناة تانية. بس هذا كان اللي عندي اليوم أعزائي المشاهدين، لا تنسوا لايك والاشتراك وفعلوا زر التنبيهات لحتى يصلكم أي فيديو بنزله. كان معكم حمزة وبيس إيفري ون.